مريم، مو جاي عبالي احكي شي خديجة. بس كنت بدي اسألك، الولاد عم يقولوا انه هنن بدهم يجوا لعندي. وقت يجي ابوهن خليهن يسألوا، اذا خضر بيسمح لهم يروحوا امتى ما بدهن ويقعدوا قد ما بدهن عندك. ماشي. قال بس يجي بابا بتسألوه. طيب ماشي الحال، أنا أساساً عندي كتير حكي بدي أحكي معه. يا الله أختي، هلأ وقتها؟ أنا رح أبعت له رسالة وخبره وبس يجي منشوف. مزبوط حكيه. خلص أنتي روحي ونحنا بس نحكي مع بابا رح نجي لعندك. حبيبتي ديروا بالكم، الله يكون معكم. يعني يا مبجر، هي ولدت عادي ولا قيصرية يا بنتي؟ كيف كانت ولادتها؟ لا أمي، ما عملوا لها قيصرية، الولادة كانت طبيعية بس كانت رح تموت. ما عرفت شو صار معها بالضبط وشو قالوا. ويونس الصغير كيف وضعه؟ قولي. منيح منيح، هو مثل القمر وبجنن. دخلك مبجل، أنت من وين عرفتي هالقصص؟ قولي. من عدنان. وعدنان ما كان في إلي هالأخبار؟ أنا بورجي، بدي حاسبه. خالتي مريم ما بعتت الولاد معي وأنا صار لازم روح على البيت. أنت مو ناوية تروحي على المستشفى؟ شو عندك حتى مستعجلة كل هالقد؟ وأنا كمان عندي ولاد خالتي. إيه ما قلنا ما عندك. أكيد حكيت لك مريم عن الولادة، كم دقيقة ضلوا وشو صار معها بعد الولادة؟ وقبل هيك مريم شو ساوت مع البنت؟ هالقصص عدنان ما حكى لي عنهم بالتفصيل. مبجل، قسم الأطفال منيح كتير وعايشن قالت رح تفوت على هذا القسم. ممتاز. آخ، ما حدا فيكن عم يفهم علي. مين رح يدير باله على يونس هلا؟ ومين اللي رح يحممه هنيك؟ هالولد لازمه اهتمام. مين رح يقرأ له القرآن؟ كل هالشغلات مين رح يعملهم يا بنات؟ أنا رح أعمل كل شي يا أمي، بس بدي شوف قصة الولادة والحضانة. يلا خالتي أنا ماشي، بخاطركن. ألو؟ حبيبي. نعم يا سلطانتي. حضر الذهب حتى قلك. ذهب شو؟ لا تحكي حكي بلا طعمي، أنا مو فاضي اتسلى. اليوم ولد يونس شاكر بالي، مانك ناوي انك تنقطه ذهب؟ يلا حضر حالك انا جاي. هلا فهمت عليك. منيح فهمت. أنا لازم روح. وتوصلي خبريني. شو في داعي؟ مثل ما بدك، لا تحكي. لو أني وقتلت لك شو الداعي جاوبتني. بنتي بينشغل بالي عليك، بعدين أنت الشيء الحلو الوحيد اللي أنا بملكه بهاي الحياة. كنت بتموت؟ بدك يعني موت؟ بتمنى موت أنا. لا تحكي حكي فاضي يا زلام، عمر الشقي باقي، لا أنا ولا أنت رح نموت هلأ. لا بابا، أنا ماني سيئة بالمرة، أنا قلت لك من قبل
أنا ماني بنت بابا أونال، أنا بنت أمي. رحت على كل المستشفيات والمستوصفات اللي بالمنطقة وشفت كل برادات الموتى وسألت الشرطة والحرس، ما في أثر لجثة مجهولة ولا حتى لجريح. مين رح يساعدنا حتى نكشف هاي القصة؟ بعتقد إنه الحيوانات هن اللي سحبوا جثته لهالواطي وأكلوها بالغابة، ما بظن في تفسير غيره. صهر ما في داعي تحكي حكي ماله طعمة. شو نحن قاعدين بغابات افريقيا لحتى يكون فيها نمور وضباع ويسحبوا الجثث ويتخانقوا على اكله؟ شكله ما مات، ويمكن الحيوانات الموجوده بالغابه كلياتهم اكلهم هالثعلب هاد. معلم انا ما عم بفهم، ما دام كان رايح يجيب الزلمه فهمني ليش الرئيس خضر قوص عليه. لانه مو الكل متفهمين مثلي يا ريها. بعدين وقت صار هالشي وصار عندي خبر، مو انا اول حدا اتصل فيك يعني؟ ايه اتصلت، ووقتها أنا كمان اجيت ركض. ايه اجيت ركض بس اجيت على الفاضي، ما في شي. الريس خضر عصبي وما بيتحمل، بقوس. يا ما حكيت مع حضرة جنابه، ما بيقدر يستحمل، بقوس. طيب قوصت وأخدت حقنا، ليش لتقوصه براسه؟ حتى قوصته براسه، ليش لترميه من السيارة؟ ها؟ شو فادنا يلي عمله؟ كيف هلأ بدي نام مرتاح بدون ما أدفن محمود بإيدي هدول؟ ها؟ إيه الياس، شو رأيك إنه نروح هلأ ونرجع الصبح وندور على هالكلب؟ ها؟ ما حدا رح يتحرك من هالمكان، ميت عايش بدنا نلاقيه، ما في حدا رح يروح لأي محل تاني. ألبير تعال معي، لازم نفتش كل المنطقة ونتأكد بنفسنا، يمكن يكون هالنمس تخبى بشي ضيعة. شوفوا بإن الجاج هذا تعلى. يعني نضحك يا صهر؟ أخوك جا ولد، ضحك لك شوي، لا تعقدها. صح أخي جا ولد، يلي بده يبارك لي يجيب لي محمود لعندي وبس. ستي؟ عن جد أنت فرحتي إنه جاكي حفيد جديد؟ بعد هالعمر يا ابني صرنا نفرح بالولادة ونزعل على الموت. فرحتي يعني؟ فرحت مثل كأنه أنا اللي ولدته. ستك ما بتعرف تكذب. تفضلوا جهز الأكل. نزلوا كل الولاد؟ لا قال ما بدهم يتعشوا. ومرت عمي؟ وهي ما بدها تتعشى.
شفتي؟ الشيء اللي فرحك كان سبب حزن غيرك. الحياة دائما هيك بتكون، الشيء اللي بيفرحك انت يمكن يزعل غيرك، ووقت انت بتزعل بتكون في ناس فرحانة. معقول ستي؟ ما في بهالحياة شي طريقة انه يفرح الكل؟ ايه، لو انك تزوجت بنته لأونال كنا كلياتنا فرحنا سوا بوقتها. ابوها هو اللي ما وافق، شو بعمل؟ شو بدك فيه؟ كنت اخطفها وجيبها لهون. ما في حدا منكم طلع بيشبه ابوه ولا حتى جده. يلا قوم لطفية ساوت الشربة، اشربها قبل ما تبرد. كن زمان، شو لقيتو يا فخري؟ كيف فينا نلاقيه بهالليل وبنص الغابة يا ريس؟ لك غابة شو فخري؟ أنا زتيته على طرف الطريق. مشطنا الطريق 40 مرة وفتنا بالغابة. حاكيهن وقلن يرجعوا هلأ، وبس يطلع الضو بيروحوا بيدوروا عليه. سألتوا بالمستشفيات وبالمخافر؟ أنا سألت يا ريس. وأخذت منهم شي جواب؟ إيه أخذت جواب. في مجال تقلي شو عرفت حضرتك؟ ما في أي جسة يا ريس. معناها ريس الزلمة بسبع رواح ما مات. مستحيل، بسم الله. لكون أوسته هون. خلص مات يا ريس. إذا أوسته براسه أكيد بيموت، بس ما حدا بيعرف شو صار. هلأ لو ماني عم اسمع كلمة الياس كنت رديت عليك. قال اليوم ولد ابني، لهيك كل شي مقبول. سيدي، أوزر وصل على المطار ورجاله وصلوه على الطيارة، والطيارة بعد ما أقلعت وقفت وأوزلام رجعت نزلت. خدعة يعني؟ هنن عم يلعبوا على أونال؟ لا مو هيك، هنن طلبوا الإسعاف وراحوا على المستشفى، وبعدين طلعت من المستشفى وركبت تاكسي ونزلت بأوتيل قريب من المطار. هالبنت الصغيرة عم تلعب على أبوها وتخدعه. أكيد رح تلتقي بابن أخوه لخضر. يا ريت. Thank you.
حبيبي، بابا مفكرني اني سافرت على امريكا بالطيارة اللي كان حاجز لي اياها، بس انا لساتني بالاوتيل هون جنب المطار. حبيت اني شاركك اخر ليلة الي هون، حابة اشوفك لاخر مرة حتى ودعك. بابا خبرني عن كل شيء، كان عندي احساس انك تركتني مشان تحمي عيلتك، بس هلا انا تأكدت انك ساويت الشيء الصح. هيك لازم يكون الشاب اللي انا حبيته. هذا الشاب نفسه اذا لسه بيحبني ولو شوي لازم يكون الليلة معي. لطفية أنا رح روح. في شي مهم؟ لا ما في شي. سلمي عليهم. تمام. الله يبارك بجهودكم الجبارة. كل هالرجال ما لقوا جسة. ما قدرتوا تلاقوا جثة أنا رميتها على طرف الطريق؟ يعني هلأ طلع الحق علينا؟ قصدك الحق علي أنا لياس؟ ها؟ أنا أوصته بالخمسة وأربعين بنص راسه، أنت بشو كان بدك تأوصه؟ أخي ما بتفرق بشو رح أوصه، بس أكيد كنت رح فضي المخزن كلياته براسه. على الأقل ما كنا دورنا، كنا أساساً دفناه وارتحنا. لياس، بهذا الوقت إجا ابني على هاي الدنيا وفوق أمه كان وضعه كتير صعب. هدول مين بيكونوا؟ هدول مرتي وابني ولا الجيران؟ ما قدرت اتحمل كلامه قمت قوصته. بس بعدين قلت لا تواخذوني. أنا ما قلت هيك؟ لك قلت ولا لا؟ قلت يا ريس بلا. طيب وهلأ قولولي مين منكن انتو ولد ابنه كان وضع مرته خطر حتى ما قدرتوا تلاقوه للجسة؟ شو صوص؟ ريس مو انت رميت محمود على منحدر وكنا على طرف الطريق؟ اكيد نزل بالمنحدر، انا هذا رأيي. طيب انت عم تقول في منحدر، يعني من هالمنحدر لوين رح يتدحرج مثلا؟ ها؟ لك انا ما رميته من قمة ايفرست ولك؟ ريس هلأ الاحتمالات واردة. ايه انفي صهري انفي. معقول محمود يكون ما مات؟ طيب خليني امشي معك بهالاحتمال، لنفرض انه بعد ما رميته لمحمود في شي حدا اجا شاف هالحيوان مرمي بالطريق زعل عليه وراح ساعده وأخده لعنده على البيت. سألنا البيوت كلها يا ريس، بس طبعا سألنا بشكل مخبى. معقول اسألهم انه في عندكم جثة لقلنا؟ مو منطقية. لو أخدتوا الصهر كان سأل، ولا ما بعرف اذا بيخجل. انا ما خجلت اني ضوعت الجثة، رح اخجل من هيك سؤال؟ انت فرود وشك باولا مثل القط يلي مو اكل لحمه من شهر. بس ريس انت طلعت من المستشفى وما قلت لحدا مزبوط؟ انا ما عم اعتذر من حدا فيكن. مو اليوم اجا ابني على هاي الدنيا؟ عم انتظر بركي حدا فيكن بيقلي مبروك. الف مبروك ريس، يربى بعز امه وابوه. لا لك بيقولوا الف مبروك يا اخي، وأنا الله لا يبارك فيني. مبارك ما إجاك يا ريس. بهذا الوقت عايشة مريضة بتكون لحالة بالبيت،
أيوة مشان هيك كنت عم تقلنا بردنا خلونا نرجع على البيت. يا صهر الرئيس إجا ابنه الثالث يعني متعود، أنا الأول لسه متوتر شوي. والله قبل ما توصلوا أنتوا كنت مع الرئيس وشفت يونس الصغير ما شاء الله، هيك تقولوا نسخة طبق الأصل عن عمه الياس. كيف يعني نسخة عني يا ثروت؟ الحواجب معقودة. على أساس وش أبوي اللي عم يضحك على طول؟ يا أخي ضربني شي 10 رصاصات أنت بترتاح وأنا برتاح. ما أخي ما عم أحكي مشان لومك، بس كنا منحتفل بالتنتين. طيب احتفل بشغلة، شغلة واحدة بس. لا تضايقوا حالكم، اللي صار صار وخلصنا. صح يلي صار صار، بس يلي مات مو معروف إذا مات ولا لا يا وهبي. على كل حال أنا رايح، بدي استنى محل ما زدتو هالكلب. إذا بتسمح لي أنا كمان رايح معك. أنت انتظر قدام أبوك. صوص روح انتظر قدام مرتك حرام. طيب. إيه والله قايم. وأنت رئيس؟ الله يبعت واحد مثلك لأعدائي. لك أنت شو دخلك ولا صغري؟ شو دخلك؟ لا ما. شو حكينا؟ شاهين آغا تخيل انه نحنا كنا رفقات بالسجن من قبل وهلأ كمان طلعنا رفقات بالمشفى وبنفس الوقت. شي اكيد انا بكل مكان رح كون رفيقك. ايه والله كيفك انت؟ عم يقولوا الاطباء انه كلاوي وضع مو منيح، وكمان ما ظل عندي لا كبد ولا حتى قلب. لا انت عندك قلب كبير. اريها تفضل سليم قلي. لا ومحمود قبل ما يأذي حدا لازم تلاقوه بسرعة، دوروا عليه. الرئيس خضر لقاه يا سليم. ساوى اللي لازم يساوي. سليم خلاص هلا اترك هالقصاص وتحسن على السريع. يلا خلينا نطلع من هون مع بعض، لأنه بدون ما نتحسن هالمجنون هذا خضر ما بيتركني نطلع من هون إذا ما طلعت أنت. وأنا كمان ما تركني، هو اللي ما خلاني موت. هو ما بيتركك يا سليم ولا رح يتركك، وخاصة هلأ صار عنده صبي تاني، لهيك هو ما عاد يتركك أبدا. إجا صبي؟ إيه سليم، ما لقيت خبر تاني غيره حلو جبلك يا، قلت لاجي خبرك فيه، بركي بتفرح مشان خضر شوي. والسلام عليكم.
أوزلام جيت لوداعك. أنا أصلاً حكيتك لنودع بعض. أنا لسه ما فهمت ليش هيك أبوك قرر يعترف بآخر لحظة. لنقول إنه أنا بضميره إنه يكذب بهيك لحظة. عند أبوك؟ ضميره؟ ما بدي نحكي عن بابا، خلينا نحكي بغير موضوع. بشو رح تحكي؟ بأنه موضوع؟ بالمستقبل. أها، بس نحن مع الأسف ما في إلنا مستقبل. بس إذا أنت بدك ممكن يصير عنا. بدي كتير بدي، بس أنا ما عندي قناعة إنه ممكن تستحملي. أنا بتحمل كل شيء، بس ما فيني أتحمل عدم وجودك. انت ما رح تشوفيني كم سنة، وما رح تتصلي، وحتى اذا بينشغل بالك ما رح تسألي حدا عني. موافقة. لا تقولي بهي السهولة، لانه انا عم اتفق معك على شي صعب. اصلا انت قلت اصعب شي علي وقت قلت انك ما بتحبني. يعني انت بتعرفي انه كذب؟ اليوم اللي عرفت انت بتحبني مو؟ انا بحبك اكتر مما بتتخيلي. بحبك، لهيك لازم تتحملي. أتحمل. أنا رح أتحمل. إيه، بس أنت كيف بدك تتحمل جوات كل هاي الوساخة والكذب والإجرام؟ أنت كيف رح تعيش؟ أنا رح ضل أشتغل وحارب لحتى ينتهي كل هالكذب وتنتهي الوساخة على الآخر، وبعدين رح أجي وأخذك على مكان ما حدا بالدنيا يقدر يلاقينا فيه أو يلحقنا، وبدنا نتزوج، وما عاد في شيء اسمه تراجع. ايه، ما في بابا وغيره، فهمت علي؟ ماشي، ما في حدا غيرك انت وبس. بدي وعد. بوعدك. لك انت غبي شي، ما دام اعطيتها غرفه مع تصوير اعطيها غرفه فيها صوت. بالنا مشغول، شو عم يحكوا يا ترى؟ بمين عم تتصل؟ يمكن بخدمه الغرف سيدي. فينا نرد من هون؟ طبعا سيدي. تفضلوا خدمة الغرف. ممكن تبعتوا لنا التلج على 1110؟ ايه تكرم عينك، تأمرونا بأي شيء تاني؟ لا يعطيك العافية. Thank you.
شكرا، يسلموا ايديك. امحوا كل التسجيلات. تعالوا على فطور. شو كأنه في مخطط للعطلة وأنا ما عندي خبر؟ رح نضل فترة عند عمتي خديجة. وقديش هالفترة؟ فترة طويلة. شو صاير ابني؟ احكي لشوف. اسمع بابا، بعد الظروف اللي وقعت فيها أمي قررنا هالقرار مشان ما توقعنا بظروف أبشع لسه. مين ومين أخذ هذا القرار؟ مو مثل ما نفكر، أمي ما إلها علاقة. اسمعوني، اي حدا رح يطلع من هالبيت مع شنطة بيكون بقراري انا، وهلا فورا بتسحبوا ايديكن عن اي شنطة غير تبع المدرسة. روحوا على المطبخ وكلوا سندويشاتكن. يلا.
أولادك عم يتركوا البيت يا مريم. شو دخلني؟ لك شبك هدول أولادك؟ أنا ما دخلني خضر. اللي بدك تقوله روح قوله للأولاد. ولك أنا أصلاً كنت عم حكيهم، انزلي أنتي. ماني نازلة. شوفي، لا تخلي الأولاد يعملوا مشاكل، بعد خمس دقايق رح تكوني تحت. أوزلان ما عم يتفتحوا عيوني. أوزلان شو صار لنا امبارح؟ أوزلام انت جرحتي حالك بشي؟ أوزلام؟ أوزلام؟ أوزلام، 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 أوزلام. لطفية قولي لمريم تنزل لتحت بلا ما أطلع لها أنا. إيه؟ فورا يلا. نعم البصلان. عمي أنا بالأوتيل، تعال عندي. أوتيل شو هاد؟ لوين اجي ومشان شو؟ شو صاير معك؟ لا تسألني أي سؤال! التعى يعني تعى! قال بصلان أنت منيح ابني؟ ماني منيح عمي، مشان الله تعى بسرعة. تعى أوتيل مينيش. تمام أنا جاي لعندك، يلا لا تتحرك. خضر في شي؟
خلي الياس يلحقني على اوتيل منيش. لطفي يعطيني التليفون.